بصوا اهو من غير اي فرن. بصوا لون الريش واخده لون هايل ازاي. عايزه بقى انزل الدهون اللي فيها دي كده، بسوحها كده على الدهون اللي فيها. الدهون دي بقى بتنزل طعم حلو قوي في اي شوايه بتستخدموها، تظبط معاكم الطعم جدا. احلى حاجه في قطعه اللحمه دي ان دهونها حلوه قوي، بتخلي طعمها احلى جدا من العادي. حلو قوي. بصوا اللون بتاع البصل مع المشروم عاملين ريحه عندي مع الميه المغليه مع المرقه المغليه، حاجه كده هايله. ابتدي بقى دلوقتي اوريكم هنعمل ايه في الريش دي. وطبعا مضطره ان انا اوريكم دلوقتي عشان هي المفروض تقعد 10 دقايق تاني في الجريل عشان تبقى السوا الكامل. انا هوريكم دلوقتي، نعتبر ان احنا مقدمينها ولدن اهو. بصوا الشكل بتاعها هايل ازاي، حلوه جدا. تهدى بس كده شويه وابتدي اوريكم هنقدمها ازاي. عندي اهي اول قطعه، هنعتبر ان دي طريقه تقديم اولانيه اللي هي الريشه الاولانيه. طريقه تقديم الثانيه ان احنا بنفتح كده الريش، هي بس مولعه محتاجه تهدى سنه. بفتحها كده قطع عشان تكون جاهزه ان حد يقطعها شرايح، بس تهدى سنه كده واقطعها معاكم على طول. عندي الزبده اهي مسكت نفسها، عملتها معاكم على الهوا مسكت نفسها وبقت جميله جدا. بعمل ايه؟ بجيب الريشه بفتحها كده شرايح كده، بفتحها مش للاخر، بحيث ان اي حد يجي يقدم يعني يقدم لحد في العزومه تبقى جاهزه معاه انه يقطعها على طول قطع لوحده. بصوا اهي دي بتبقى شرايح كده، هي بتتقدم كده في المطاعم. بصوا المنظر، الكاميرا تجيبه من الوش، حلوه جدا. هي بتتقدم كده، تبقى متفتحه كده فتبقى جاهزه معاكم ان انتوا ايه تقدموها بالمنظر ده. يعني شكل مختلف شويه عن الشكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه. هقدم جنبيها البصل والمشروم. طبعا ما بناخدش المرقه اللي تحت دي بقى خلاص، احنا بناخد كده ايه اجزاء منها ونصفي الميه خالص من غير سلق من غير اي حاجه. شوحناهم في زبده وزيت، قلنا لو عايزينه متكرمل اكتر هنزود معلقه سكر، وحطينا مرقه لحم بس كده. بسيط قوي الموضوع وسهل، وصفه جميله وسهله. اوريكم بقى دلوقتي هنعمل ايه في الزبده. عندي الزبده اهي الرول، بس انضف الرخامه بتاعتي الاول. هتبتدي كده وابتدي اقطع معاكم الزبده اللي هتتقدم على الريش بطريقه تحفه. بصوا بقى رول الزبده اللي عملناه ده اللي هيتقدم مع توست او مع اي حاجه مشويه او مع ستيك او كطبق جانبي اهو. كمان انا ما قعدتش يعني ساعه، لو قعدت ساعه ساعتين معاكم هيبقى احلى. بنقطعه كده قطع وبنقدمه كطبق جانبي جنب اللحوم اللي بنشويها. زبده مبهره، ولو مع عيش بقى كمان متحمص يبقى طعمها هايل جدا. ناخد دي كده بنحط بقى قطعة كده على اللحمة المشوية بتاعتنا عشان تسيح عليها. كل شوية تقعد تسيح اكتر واكتر، كل ما تحس بصوا كل ما تحس باللحمة تقعد تسيح عليها بتديها طعم حلو. عندي طبق النهاردة عملناه مع بعض منتهى السهولة، ريش حلو قوي. عملناه مع الزبدة المبهرة ومع البصل القورمة مع المشروم المشوي معاهم، كل ده عملناه في اقل من ساعة. وجبة حلوة متكاملة، حلوة قوي للصيف. بشجعكم جدا تبقوا عاملين الزبدة دي وحطينا في الفريزر عشان اي حاجة تشوها عايزين تبهروها بطعم حلو قوي تعملوها. ممكن تتبلوا بيها ستيك اصلا، يعني الزبدة دي تتبلوا بيها ستيك وتسووا بيها تكون حلوة جدا، تعملوا بيها ريش تانية، تعملوا بيها فراخ، هتكون حلوة قوي فكرة الزبدة المبهرة. يا رب حلقتي النهاردة تكون مختلفة،
تجربوها وتقولوا لي رايكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقه جديده من سفره دايما. شكرا.